عجل ظهور نتائج الباك في المغرب 2022. رابط نتائج البكالوريا في المغرب عبر موقع وزارة التربية الوطنية المغربية. عجل ظهور نتائج الباك في المغرب 2022. رابط نتائج البكالوريا في المغرب عبر موقع وزارة التربية الوطنية المغربية، حيث ينتظر جميع طلاب البكالوريا ظهور نتائجهم، كما أن وزارة التربية الوطنية المغربية قد أعلنت عن موعد الإعلان عن نتائج البكالوريا المغربي، حيث أنه سيتم الإعلان عن النتيجة عقب الانتهاء من عمليات رصد وتجميع الدرجات وإعداد كشوف الناجحين، وهذا يتطلب بعض الوقت، ولكن لم يتبقى الكثير على وقت الإعلان عن النتيجة. كما أضافت الوزارة أنه سيتم الإعلان عن النتيجة على الموقع الرسمي التابع للوزارة وعلى جميع الطلاب وأولياء الأمور الاستعداد والتجهيز، حيث يتم الدخول على الموقع الرسمي وإنشاء حساب شخصي يحتوي على جميع البيانات الشخصية للطالب، كما وجب التنويه عن أنه لا يسمح بتداول أو مشاركة تلك المعلومات السرية أو البيانات مع أي شخص إلا ولي أمر للطالب فقط. صرحت الوزارة أنه سيتم الإعلان عن نتائج البكالوريا المغربي في الأول من شهر يوليو المقبل إن شاء الله، وهذا لطمأنينة القلوب التي تشعر بالقلق والترقب، حيث يرغب الكثير من الطلاب في التجهيز لتلك المرحلة المقبلة التي لا بد من التجهيز لها في أقرب وقت، حيث يتم الانتظار لبعد ظهور النتائج، وذلك للسماح لجميع الطلاب للاستعداد، فتلك النتيجة عبارة عن مرحلة انتقالية لمرحلة أعلى أكثر خبرة وأكثر قربا من تحقيق الأحلام التي يرغب جميع الطلاب في تحقيقها بشكل منظم وآمن. وفيما يلي سنتعرف على طريقة التعرف على النتيجة بشكل آمن. كيف يحصل الطلاب على النتيجة؟ الكثير من المواقع استعدت حاليا للحصول على نتائج البكالوريا المغربي ونشرها على موقعها، ولكن هناك دائما موقع موثوق هو الذي لابد أن يؤخذ عنه تلك النتائج، خاصة للطلاب وأولياء الأمور، حيث أنها ستكون موثوقة وغير مغلوطة، ومن خلال الموقع الرسمي التابع للوزارة يمكن الحصول على النتيجة مع اتباع بضع خطوات سهلة، وهي الدخول إلى الموقع والحساب الشخصي الخاص بالطالب. شبشب الدخول إلى الموقع والحساب الشخصي الخاص بالطالب، ثم القيام باختيار صفحة الحصول على نتائج البكالوريا 2022، ويتم إدخال رقم المسار والقن السري للتلميذ، ثم يتم إدخال باقي البيانات الخاصة به. بعد التأكد من إدخال جميع البيانات صحيحة، يتم الضغط على الاستعلام عن النتيجة، وينتظر الطالب بضغ ثواني لتظهر له النتيجة تحتوي على جميع درجاته وتقديرات لجميع المواد الدراسية بشكل مفصل.